اهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقتنا، وزي ما كنت بقول بعد قبل الفاصل ان انا كده ممكن احط المنشط الرئيسي نقدر نلخص بيه عمل لجنه الخمسين بان ما يحدث هذا هو نوع من انواع العك قد السوري الذي لم تشهده مصر على يعني في مسار او في تاريخ مسيرتها الدستوريه وتشريعها. احنا بلد مش صغيره وبلد مش حديثه، احنا عندنا حياه دستوريه تعود الى سنه 1882 او 81 على ما اذكر، تقريبا مع احتلال الانجليز اللي جه مصر. يعني النهارده بنتكلم في حاجه 130 سنه دستور. يعني فالنهارده اللي بيحصل لما يكون في عندنا دستور حتى الان مش قادرين نتفق، مصر دوله مدنيه مش مدنيه، مش قادرين النهارده ما زال بين صفوفنا من يسعى ان يكون في دوله دينيه يحاول يكرس لدوله او دوله شبه دينيه، يعني شيء كارثي. يعني النهارده في لجنه الخمسين طبعا كان في خلاف حاد جدا الشعب داخل هذه اللجنه بين ممثلي الازهر وحزب النور من جهه، يعني الازهر وحزب النور كانوا في يمه، وممثلي الكنيسه في جانب اخر بسبب اصرار ممثلي الكنيسة على أن تتضمن دباغة الدستور كلمة مدنية. في الحقيقة أنا لم أكن أتمنى أن تكون معركة مدنية الدولة هي معركة الكنيسة، كان نفسي تكون هي دي معركة كل الداعين أو كل يعني اللي فلقونا ومالوا صفحات جرايد ومالوا وقت رهيب جدا في كل الفضائيات. النهاردة مدنية الدولة كله خلاص اختفى، والنهاردة أصبحت معركة مدنية الدولة هي معركة أزهر وكنيسة. خلاص بقى الكلام واضح جدا، الأزهر وحزب النور في جانب والكنيسة في جانب آخر. الكنيسة مصرة تحط مدنية في الدستور، يعني والجانب الآخر الأزهر مش عايز يحط كلمة مدنية، يقول لك نحط دولة حديثة، دولة دستورية، دولة ديمقراطية، لكن بلاش مدنية. دي بالذات مدنية دي فيها عفريت الكلمة دي. أنا كنت أتمنى أن يكون دي معركة الكل مدنية، مش يسيبوا كنيسة كده ظهرها مكشوف والكنيسة هي اللي بتخوض مع يا جماعة ده دستور من أجل مصر مش من أجل الكنيسة. إذا كنا نتحدث عن مدينة الدولة هذا الأمر لكل مصر، هي الكنيسة اللي محط مدنية في الدستور، هو كلام ده المسيحيين هم اللي استفيدوا منه والمجتمع ده كله مش استفيد من مدنية الدولة، تكريس الدولة الدينية. هل هيكتوا؟ طبعا المسيحيين طول عمرهم بيكتوا في تاريخهم مليء، يعني على طول بنتكوي وبنتنشر يعني. لكن المسألة النهاردة مش مسألة أباط أو كنيسة، ودي مسألة اللي أنا بحذر منها. لا نريد هذا الخلاف داخل لجنة الخمسين أن ينحصر في خلاف مؤسسات دينية. كنت أتمنى أن يكون هناك تحيز لمستقبل الدولة، تحيز لمدنية الدولة المصرية. أنا ما أقول أنا متحيز لمصر المدنية، ده شيء لا يعبني. أنا متحيز لحق الشعب المصري في أن يعيش حياة كريمة، متحيز لحق الشعب المصري في أن لا يحكم لا حكم عسكري ولا حكم ديني. طبعا على الجانب الاخر ان اداء الخمسين اتسم بحاله برضو كان في عك من النوع الاخر بسبب طبعا الخلافات والتضارب الرهيب جدا وعدم قدره لجنه الخمسين على حسم العديد من الملفات الشائكه اللي حتى هذه اللحظه مش قادرين يحسموها. الملف الاول ملف العمال والفلاحين، يا ترى هتقعد ولا مش هتقعد؟ كتله المراه، كتله الاقباط، دي كلها مشاكل يعني موجوده في لجنه الخمسين لم تحسم حتى الان. العك زاد اكتر لما عدد من اعضاء يعني لجنه الخمسين أعلن البعض منهم عن تجميد عضوياته في اللجنة تضامنا مع المعتقلين أو لحين أو المطالبة بالإفراج عن المتظاهرين اللي كانوا اتقبض عليهم يعني أمام مجلس الشورى. نبتدي الملف ده باليوم السابع، صفحتها الأولى اليوم السابع بتقول العك في لجنة الخمسين، انسحاب المزاج وبطء في المناقشة ومطالب فئوية ومعارك بين السلفيين والأزهر والكنيسة والأزهر لا تتوقف بسبب دباغة الدستور. أنا كنت أتمنى أن تكون معركة بين الداعين للدولة المدنية، بين المؤيدين للحرية، بين الليبراليين بشكل عام، وبين من يريدون أن يجر هذا المجتمع لتكون مصر ولاية عثمانية، تكون مصر كده حاجة كده تابعة كده يعني تابعة عايزين يرجعونا تاني مرة تانية 100 سنة لورا مثلا، أيام كنا حاجة كده ولاية تبع الدولة العثمانية، قوة التخلف اللي عايزة تجر مصر لورا وعايزة تشرب كلمة المدنية من الدستور، وبين قوة التقدم أو قوة التقدمية أو الليبرالية أو المدنية سموها زي ما سموها يعني. لكن النهاردة أصبح الخلاف داخل اللجنة هو خلاف أزهر وكنيسة، أزهر ومعاه حزب النور في يمة، وعلى الجانب الآخر الكنيسة في جانب آخر، والدولة الكنيسة النهاردة أصبحت هي خط الدفاع الأول يعني عن مدنية الدولة. نفس الموضوع بتتكلم عنه الوطن، وبتقول الوطن اشتعال المواجهة بين الأزهر والنور والكنيسة حول مبادئ الشريعة في الدستور، وأن وفد نادي القضاء ينجح في تحقيق مطالب القضاء بالدستور بعد مفاوضات 4 ساعات. النهاردة بقى كل واحد بيحاول ينتش حتة اللي يقدر ياخد اللي يده تاخده. يعني الأهرام في الصفحة الأولى أيضا نادي القضاء يتهم سامح عاشور، الأهرام يا جماعة نادي القضاء يتهم سامح عاشور نقيب المحامين بتحصين المحامين في الخمسين ويهدد بعمية طارئة. ما هو كل واحد نفسه بقى يعني هو الراجل برضه ما هو نقيب المحامين ممثل في لجنة الخمسين، طب النهاردة ما كلكم شايفين اللي حصل مشكلة الاثنين محامين، فاكرين من 3 سنين كده كان في مشكلة الاثنين محامين بتوع طنطا، واحد محامي داخل وكيل نيابة فالوكيل حصل يعني الحوار الشد بينهم فوكيل النيابة شتم أمه، فالتاني قال له هو أنت أمك أحسن من أمي؟ قام التاني رد عليه شتم أبوه قال له أنت بتشتمني؟ وهوب
اسرع حكم في تاريخ القضاء المصري. اتنين محامين اتلبوا 5 سنين كده على طول في 24 ساعة، لدرجة انا فاكر المحامين اللي راحوا وانا كنت اعرف ساعتها المحامي العام الاول المستشار جعفر لطيف وكنت قاعد معاه، اتنين محامين وفد من نقابة المحامين راحوا، يا جماعة طب نطلع مفيش اطلاع حكم على طول. فالنهارده بقى يعني المحامين من سوابق كثيرة اليوم، ومشاكل حصلت برضه في مدينة نصر عند اسم مدينة نصر وأهنة المحامين وفي طنطا وهنا وهنا، عايزين نحصن المحامي بحيث يبقى المحامي جوه المحكمة راسه براس القاضي. القضاة النهارده زعلانين، لا ازاي الكلام ده يحصل، وبيتهموا سامح عاشور بأن هو عايز يعمل كده. وبحسب بتقول الوفد في صفحتها الأولى أن القضاة يهددون بمقاطعة الاستفتاء احتجاجا على حصانة المحامين، يعني لو أنتوا هتخلوا المحامي راسه براسنا لا احنا مش هنقاطع الاستفتاء على الدستور، والدستور ده هنوقعه طالما أنكم أنتوا عايزين تعملوا الكلام ده. الحقيقة جريدة الدستور بتلخص بقى المشهد المعكوك ده في مصر كلها، وبتقول الدستور في صفحتها الحقيقة فيها منشطات مهمة جدا، الدستور بتنشرها في الصفحة الأولى وهي بتقول أن الإطاحة بلجنة الخمسين وحكومة الببلاوي أصبح أمرا حتميا. الحقيقة دي يعني دي جرأة، يعني في الحقيقة لجريدة الدستور جرأة تحسد عليها، وجرأة يعني مش تحسد عليها، جرأة تشكر عليها صحيفة الدستور أن هي بتطالب بالإطاحة بلجنة الخمسين وحكومة الببلاوي، بتقول أصبح أمرا حتميا. بتقول صحيفة الدستور ان دستور 71 او دستور 23 جاهزان للعمل فورا، الببلاوي وحكومته يخشون التصفية الجسدية من جماعة الاخوان الارهابية وعليهم ان يرحلوا. بتقول الدستور ان امريكا تلعب دورا خطيرا مع حزب النور لهدم الدولة والاصرار على تنفيذ مخطط التقسيم، وواشنطن تستخدم بعض الاشخاص داخل لجنة الخمسين وخارجها لافساد كل شيء واسقاط سيادة القانون وضرب هيبة الدولة. في الحقيقة بالتفاصيل بتقول جريدة الدستور الحقيقة ده كلام مهم، فانا هقرا بالتفصيل. بتقول ان اصرار حزب النور على الغاء مدنية الدولة يفتح المجال بقوة في اي لحظة، معانا جماعة الدستور يفتح المجال بقوة لاي لحظة لاعلان الدولة الدينية وتطبيق الحدود. خلاص كده مصر، هي مصر عمرها ما كانتش دولة يعني، بس النهاردة احنا هندسترها، هنحطها في الدستور ان مصر مش هتكون دولة مدنية. بنؤسس بقى لفكرة ولاية الفقيه، قد يكون شكل من اشكال النظام الايراني، بتكرس لفكرة الدولة شبه دينية او الدولة بلاش نقول الدينية بشكل كامل. وبتقول ان دي كلها محاولات لاسقاط المؤسسة العسكرية باستخدام شعارات وترديدات العناصر الثورية التي تدعي الوطنية ولا يهمها سوى الظهور والتنطيط من قناة إلى قناة. أيضا بتقول صحيفة الدستور إن إعلان قيام الدولة الدينية في مصر أصبح أمرا محتملا. معلش يا جماعة الكلام ده معانا، أنا عايز الكلام ده أعرضه على الشاشة. الباراجراف الثاني، إعلان قيام الدولة الدينية في مصر، أنا الكلام ده بقوله ليه؟ بقول عشان نبقى عارفين اللي رايح يقول رأيه في الدستور يبقى عارف. انا دوري مش مجرد ان انا بعرض الجرايد، عشان نبقى عارفين الدستور اللي هيتعرض عليه ده هو نقول له اول نقول له لا، نعرض وكل واحد ياخد قراره. انا بقولش قوله اول اقول حتى هذه اللحظه انا لم ابدي رايي، هنقول اول هنقول لا، لكن يعني احنا بنعرض وبنقول الدستور ده وضعه ايه. بتقول الدستور ان اعلان جريدة الدستور يعني اعلان قيام الدوله الدينيه في مصر اصبح امرا محتملا في حال التمرير الكثير من مواد هذا الدستور، يعني الدستور ده لو مشيت مواده هيكون في احتمال وارد ان مصر ستكون دوله دينيه، وهذا معناه هروب وخروج جميع الاستثمارات وتدمير الهيكل الاقتصادي بالكامل، والنتيجه ستكون ثورات جياع متلاحقه ونشر الفوضى بالبلاد، وستكون الجريمه على المشاع وعلى مدار الدقيقه وليست على مدار اليوم، ولن يستطيع احد ان يوقفها، وهذا ما تسعى اليه واشنطن لتنفيذ مخططها الاجرامي لتقسيم البلاد وعوده التيارات الدينيه الخاضعه لجميع الشروط والتعليمات الامريكيه. ايضا الدستور بتحذر بتقول علينا ان نعترف بان حزب النور نجح في اختراق لجنة الخمسين. الكلام ده انا قلته لكم من اسبوع ولا من اسبوعين، قلت ان حزب النور بيمارس ابتزاز، في حالة ابتزاز سياسي تمارس لجنة الخمسين. ايضا النهاردة الدستور بتقول ان حزب النور نجح في اختراق لجنة الخمسين بتاعت الدستور بقيادة محمد ابراهيم منصور ممثل الحزب، وذلك بعد ان استطاع ضم ممثل الازهر خاصة محمد عبد السلام رئيس لجنة النظام الحكم باللجنة ودكتور شوقي عبد الكريم مفتي الديار المصرية، والاصرار على حذف مدنية الدولة بحجة ان معظم مواد الدستور تؤكد على مدنية الدولة. طب ما حطوها، طب مزعلكوا في ايه لما الدستور كله بيأكد على مدنية الدولة؟ طب يعني ما تحطوها مدنية، ما نقولها صراحة، ايه المشكلة يعني؟ وهذا امر مريب للغاية، حيث ستصبح مصر مؤهلة وجاهزة لقيام الدولة الدينية في أي لحظة، بوضوح شديد جدا. أيضا بتقول صحيفة الدستور إن تمرير الدستور بهذا الوضع ثم الاستفتاء عليه بنعم سيكون إعلانا صريحا بنجاح المؤامرة الأمريكية تمهيدا لتنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي في الشرق الأوسط والذي يقوده حزب النور. يعني احنا النهاردة ما شاء الله خلصنا من إخوان وإعرف السلفيين على طول، يعني خلصنا من مبارك دخلنا في عسكر، خلصنا من عسكر دخلنا في إخوان، خرجنا من إخوان دخلنا في السلفيين. دي بقى دي مرحلة جاية، هي مرحلة السلفيين اللي راحوا أمريكا يقدموا نفسهم إحنا هنحكم مصر وإحنا بديل حلو للإخوان وإحنا الكلام ده كله. وبتقول صحيفة الدستور إن الدستور 2012 الذي أعده مكتب الإرشاد وأخرجه الغرياني والذي قامت من أجله ثورة 30 يونيو يعود بصورة كربونية في أخطر مواده وظهور شبح المادة 219 التي تهدد كيان وهوية الدولة. وبتقول الدستور إن مبادئ
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا أمر محسوم ويرتضيه الأقباط قبل المسلمين. والإصرار على حذف كلمة مدنية الدولة واستبدالها بكلمة ديمقراطية حديثة كمين واضح من حزب النور الذي يفرض نفسه على الحق التشريعي داخل المعترك السياسي ودون أن يكون له الحق في ذلك. والغريب أننا لا نعرف من أعطاه هذا الحق. وبتقول الدستور بتختتم تعليقها بتقول أن مصر تمر بأخطر مرحلة في تاريخها، وقيام ثورة ثالثة سيكون أمرا صعبا ومدمرا. هذا منشط يستحق توجيه التحية للأستاذ رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة ولكل الزملاء على هذه الجرأة وهذا العمق التحليلي الذي تنفرد به صحيفة الدستور. وتقريبا عندنا أقل من 4 دقائق بقى نروح للملف الثالث، هو ملف قطار الصعيد. النهاردة الأربع تم تشغيل أو تم استئناف رحلات قطارات الصعيد مرة أخرى. في الحقيقة إن حركة القطارات تعود بعد توقف حوالي 105 يوم. النهاردة تم تشغيل أول قطار، هو قطار رقم 978 المتجه من القاهرة إلى أسيوط. في الحقيقة هيئة السكة الحديد بتعلن إن هي بتفكر إن هي تزود رحلات قطارات الصعيد إلى 18 رحلة بعد نجاح التشغيل التجريبي ل7 رحلات. يعني حتى هذه اللحظة السكة الحديد مشغلة 7 قطارات للصعيد، بيفكروا إن هم هيزودوهم يبقوا 18 قطر. الحقيقة جريدة الوفد في الصفحة الأولى بتقول الوفد ترصد تفاصيل رحلة عودة الحياة. فعلا دي عودة حياة. النهاردة القطر ده شريان السكة الحديد ده شريان رئيسي بيربط، يعني معتبر مصر ده عبارة عن زي جسد كده في شرايين وفي أوردة. دي الشرايين والأوردة دي اللي بتربط اسكندرية بأسوان، بتربط الجسد المصري ببعضه. بتقول قطار الصعيد سلمة يا سلامة، فرحة بين الركاب، إهمال في المزلقنات كالعادة، والإخوان احتشدوا في الطريق بإشارة رابعة. والمصر اليوم بتقول المصر يوم قطارات الصعيد تعود في اليوم 106، بوابات إلكترونية بالمحطات وفرق مفرقعات للتأمين وأجهزة لضبط السرعة، وهي تدرس زيادة الرحلات. والأهرام أيضا بتقول استئناف رحلات قطارات إبلي وسط تكثيف أمني. ده كمان فينا الثالث. في الحقيقة النهاردة أنا معايا أخبار أخرى، وفي الحقيقة النهاردة كان في احتفال، كان المفروض أنه هو مبارح كان في احتفال بعيد القديس العظيم الأب مؤنس في الأقصر. هيكون معنا إن شاء الله الأستاذ رفعت اللي هو خادم الأنبا والنس. إحنا هنقرأ أخبار لغاية أستاذ رفعت هيكون جاهز معنا. جماعة بلغونا بيه يعني عشان نقدر إن إحنا إيه ناخد منه التفاصيل، يعني الاحتفال اللي هم بيحتفلوا بيه. الدستور في الصفحة الثالثة بتقول قوة وطنية تطالب إقالة حكومة الببلاوي. وفي أيضا الدستور بتقول إن مظاهرة الشورى بتعليمات من عضو اللجنة، سياسيون يطالبون بحل الـ50 وعودة الدستور 71. والدستور في الصفحة الثالثة بتقول لغز رئيس الوزراء. معنا جماعة الدستور صفحة 3 الدستور لغز رئيس الوزراء الببلاوي لأوباما، بيقولوا إذا تدخلت في الشأن المصري ستواجهون مصير تركيا. في الحقيقة المصر اليوم بتتكلم عن ده الدستور. المصر اليوم في الصفحة الأولى يا ريت يا جماعة معانا الخبر بتاع الأنبا والنس يكون جاهز بس عشان طيب والأستاذ رفعت في التليفون لما يكون جاهز بلغونا بي. طيب وأيضا المصر اليوم سفير أردوغان يغادر القاهرة برفقة 38 موظفا، الببلاوي بيقول سنتخذ ضد أوباما نفس الإجراءات لو قرر ما قراره رئيس الوزراء التركي. يعني ده تهديد واضح. طيب النهاردة في الحقيقة هو في حاليا احتفال بيتواصل في محافظة الأقصر باحتفال بذكرى القديس العظيم الأنبا والنس. الأنبا والنس معروف أنه قديس أو شفيع المفقودات، يعني في الحقيقة كثير من الناس بيلتمسوا بركة الأنبا والنس لما يكون في حد عنده حق ضايع، حاجة مفقودة، حاجة معينة. في طبعا ده احتفال مهم جدا، هو أعتقد أنه بدأ امبارح. معنا جماعة الأستاذ رفعت. ألو ألو ألو. أيوة أستاذ رفعت مساء الخير. أيوة مساء النور. طب يا ريت بس وطي التلفزيون شوية وخليك معنا على التليفون. أهلا بيك يا أستاذ رفعت. مساء النور. اهلا بيك. يا ريت تكلمنا عن العيد بتاع الانبا والنس او الذكرى بتاع الانبا والنس اللي انتم بتحتفلوا بيها دلوقتي. احنا دايما عيد الانبا والنس بيجي تاني يوم عيد مريمين العجايبي. عيد مريمين العجايبي يوم 24. يوم 24 نوفمبر. نعم. وتاني يوم على طول عيد القديس الانبا والنس يوم 25 نوفمبر. نعم. والأنبا والنس شفيع النفوس الضائعة والمفقودة، الحقوق الضائعة والمفقودة. الأنبا والنس شفيع الأشياء الضائعة والمفقودة. الإنسان يصلي يقول يا إله الأنبا والنس، ربنا يبعث ويجمع الحاجة صاحبها ويلفت نظره لها. كانت ليلة العيد يوم الأحد، وجاء أبونا أرمانيوس راعي كنيسة العذراء بالأقصر وطيب الجسد، وكان زحام شديد جدا في العيد. وتاني يوم اللي هو اليوم الاثنين هو يوم العيد برضه، ليله العيد يوم الاحد، يوم الاثنين يوم العيد. طب استاذ رفعت هو الانبا والنس
من محبة المسيح العذراء الأنبوالنس، الست العذراء باركت مزار الأنبوالنس بحضورها ست مرات. طب أنا ثواني يا جماعة، في معانا صورة الأنبوالنس جاهزة؟ طيب طلعوا عنها. صورة الأنبوالنس أهو. ألو؟ أهو شايفها؟ أيوة تمام، اتفضل يا أستاذ رفعت. الأنبوالنس الأنبوالنس من محبة المسيح العذراء الأنبوالنس في العذراء حضرت ست مرات في مزار الأنبوالنس بالأقصر، ثلاث مرات في 2008 وثلاث مرات في 2011. ست مرات باركت مزار الأنبوالنس، منهم ثلاث مرات توقف على التابوت على جسد الأنبوالنس. وست العذراء باركت مزار الأنبوالنس ست مرات، منهم مرتين في أسبوع واحد، الجمعة 3 أكتوبر والجمعة اللي وراها 10 أكتوبر. عملت معجزة إخراج روح شرير قوي ورتبة عالية لوحدة من الإسماعيلية، ده كان يوم 3 أكتوبر. نعم. يوم 10 أكتوبر. طيب. الجمعة اللي وراها. أستاذ رفعت تمام السؤال، ليه الأنبوالنس دائما صوره بتظهر بيظهر فيها في صورة طفل صغير؟ دائما دي الملاحظة. وكان كثير بيناقش الحتة دي. هو الأنبوالنس طفل صغير زي القديس أبانوب، عمره 12 سنة. يعني هو استشهد عنده كم سنة؟ 12 سنة. 12 سنة. وكان شماس وكان ناشف جدا. نعم. وزاهد جدا، ما ياكلش غير ايام الاحد يتغذى على القربان، باقي ايام الاسبوع يطلب من جيرانه يغمزوا له خبز، فكان ربنا هادي عليه جيرانه، كل واحده عليها يوم تخبز لبيتها العيش الشمس الكبير وتخبز له خمس خبزات. نعم. على رسم الخمس خبزات اللي اشبع الجموع بيد الرب يسوع، واستمر على هذا الحال لغايه ما استشهد. واحد بيسالني بيقول لي هو مش امه كانت عايشه ولا هو بيحب ياكل العيش؟ نعم. كل يوم امه كانت عايشه، بس دي كانت نبوه، وكأنه بيقول لهم لما استشهد تعالوا زوروني ومعاكم الخبز. لذلك أول ناس بدأوا يزوروا بالخبز هم جيرانه، كل يوم سبت يغبزوا، كان جميع المسيحيين زمان يغبزوا السبت. ليه؟ لأنه استعدادا ليوم الرب اللي هو يوم الأحد، وفي نفس الوقت يغبزوا السبت عشان هو استشهد في يوم سبت. فكل يوم سبت يجي يزوروه ومعهم العيش كأنه عايش، واي حد زي حضراتكم داخل يصلي يوزع عليه الخبز، واصبح تقليد الى هذا اليوم، جيل يسلم جيل وجيل يمتص من جيل الى ان جاء هذا الجيل. تمام. يوميا ربنا يبعث خبز صباحا ومساء زي ما كان تبعث القديس النبي خبز ولا عموما. استرفعت المعلومه وصلت، احنا بنشكرك وبنتقدم بخالص التهنئه يعني لكل شعب الاقصر طبعا ولكل الشعب المصري بذكرى عيد القديس الأنبوالنس، باركته وتشملنا جميعا. وبهذا الخبر نختتم كل سنة وحضرتك بخير. وبهذا الخبر نختتم جولتنا اليوم مع صحافة يوم الخميس، خميس 28 نوفمبر 2013. غدا نلتقي مع جولة جديدة وأحداث جديدة، وشكرا على حسن المتابعة.